وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من معبر رفح مباشرة الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية أنقل لنا الصورة لديك. تحياتي لكم مرة أخرى. بالفعل ما زلنا هنا متواجدين من أمام معبر رفح، وتحديدا من أمام البوابة المصرية، حيث في انتظار الجميع هنا، في انتظار عبور المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني. ربما خلال يعني الساعة الماضية رصدنا عدد كبير من المعدات تخرج وتدخل من البوابة. ربما ليس من الواضح حتى الآن ما الغرض من دخول هذه المعدات، ولكن هي معدات ربما يعني تساعد في عمليات الرصف الخاصة بالشوارع التي تم قصفها بالفعل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني، أو على الأقل على الممر الذي يربط بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني. رصدنا منذ صباح اليوم بالفعل عمليات الإصلاح، ولكن منذ قليل أيضا هذه المعدات ما زالت تخرج وتدخل باستمرار. هذه ربما من أهم الملاحظات. يعني كان هناك أمل كبير منذ قليل بين المتطوعين وبين عدد كبير أيضا من أطقم الطبية، منها الإسعاف من خلفي على سبيل المثال، أمل كبير على الدخول فور رؤية هذه المعدات، ولكن أيضا ساد بعد ذلك فترة صغيرة من الإحباط، عندما يعني رصدنا بعض الأخبار الخاصة بالأمم المتحدة وبعض المعوقات التي من الممكن أن تعرقل أيضا دخول المساعدات للجانب الفلسطيني حسب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. يعني ذلك يعني ما زال الناس هنا ما بين يعني رفع كبير لسقف الآمال وإحباط على الناحية الأخرى، في ظل أيضا تضامن وترابط كبير بين كل من هم هنا من جميع الجهات، والتصميم القوي جدا من الشعب المصري على إدخال هذه المساعدات. من خلفي سيارات الإسعاف جاهزة ومستعدة منذ أيام على يعني طريق من الطريقين، إما إذا شاء الأمر استقبال بعض الجرحى، إذا جاز يعني إذا تم السماح بعبور الجرحى، أو حتى إذا استطاعوا هم بأنفسهم أن يساعدوا وأن يضحوا من أجل القضية الفلسطينية. كان أيضا رصدنا عديد من المتطوعين الذين كانوا موجودين في صباح اليوم بالفعل، ونددوا بما يحدث من عدوان على الشعب الفلسطيني أثناء المؤتمر الصحفي الذي أقامه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. كان هناك حشد كبير جدا من الشباب ومن المتطوعين ومن سائقي سيارات الغذائية ومن أهالي شمال سيناء، عدد كبير كبير جدا كان متواجد اليوم. ما زال هذا العدد ربما يعني ما بين صعود ونزول، هناك من يرابط ويعني ربما يبيتون هنا في الخيام داخل المعبر المصري أو على بوابات المعبر المصري على أمل ولو 1% حتى للحظة الدخول وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. لذلك يعني في انتظار، الجميع هنا في الانتظار يتابعون الأخبار، نتابع المعدات التي تخرج وتدخل، يعني نتناقش دائما مع المسؤولين هنا، نتناقش مع الكوادر الطبية، مع المتطوعين، الكل هنا في الانتظار اللحظة الحاسمة لدخول هذه المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني. كريم، معلومات قيمة، أتفهم جدا للوضع ولكم الإحباط اللي بيصيبكم وأنتم منتظرين فتح المعبر. حدثني أكثر عن كم المتطوعين المتواجدين منذ صباح اليوم، وأيضا ما هي المعدات والمساعدات المنتظرة فتح المعبر؟ إذا بدأنا الحديث منذ بداية المشوار، نزلنا في مطار العريش الدولي ورصدنا عدد كبير جدا من المعونات التي جاءت والمساعدات التي جاءت لمطار العريش الدولي من دول مختلفة، من بولندا والإمارات وغيرها من المساعدات المتواجدة في مطار العريش الدولي. ثم تحركنا من مطار العريش الدولي لرفح، فبالطبع مررنا بعدد من القرى والمدن والمراكز داخل العريش ورفح، منها الشيخ زويد
على سبيل المثال، وعلى مدار الطريق رصدنا عدد كبير من الشاحنات يصطفون على جوانب الطريق في انتظار أيضا الدخول أو علامة أو إشارة الدخول للمعبر من جانب مصر للجانب الفلسطيني. كان هناك أحاديث عن السماح بدخول 20 عربة فقط للجانب من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، ولكن ما زالت هذه الأحاديث تتناثر من آن لآخر ولا يوجد معلومات صحيحة أو مؤكدة. وأيضا وصولا لمعبر رفح ما يقرب تقريبا من مسافة يعني 3 كيلومترات أو 3 كيلومترات إلا قليلا، اصطفاف كبير للسيارات، أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية، أكثر من 1000 طن أيضا من الأدوات الطبية وغيرها من اللوازم المعيشية للشعب الفلسطيني متواجدين على جوانب الطريق قبل معبر رفح. كما ذكرت لكم تقريبا بحوالي 2 أو 3 كيلومترات، هذا بجانب بالطبع السيارات الأخرى الكبيرة على مدار من رفح إلى العريش، وهي مسافة ليست بقليلة على الإطلاق ولكن متقطعة، يعني ليست المسافة ليست متصلة هذه السيارات. لذلك أيضا الشباب تواجدوا صباح اليوم تضامنا مع فكرة التظاهر اليوم من أجل القضية الفلسطينية، هتفوا هتافات كبيرة جدا وعظيمة جدا، من أهمها تحيا مصر ويحيا فلسطين، يحيا التضامن المصري الفلسطيني، لبيك يا أقصى لبيك يا فلسطين. وأيضا قالوا أنهم مرابطون هنا ولن يتحركوا إلا في لحظة دخول هذه المساعدات، وقالوا أنهم قضيتهم أو قضية الشعب المصري هي قضية الشعب الفلسطيني وهي قضية الأمة العربية، ونادوا وطالبوا بفتح المعابر وفتح هذا المعبر من الجانب الآخر. وكانت هذه الكلمات موجهة مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعدد كبير من القنوات الدولية التي كانت متواجدة اليوم. هؤلاء الشباب ما زالوا متواجدين وأيضا في هذه الخيام داخل معبر رفح، وأيضا من شباب أهالي شمال سيناء. جزيل الشكر لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من معبر رفح، شكرا لك.